أعزائي متابعي قناة مستر عزت جدمولة التعليمية، أهلا وسهلا بحضراتكم وتحياتي للجميع. أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات القناة. الفيديو النهاردة بعنوان أزواج للبيع. في مدينة معينة تم افتتاح متجر لبيع الأزواج، بحيث إن المرأة ممكن تدخل تختار زوجها بنفسها، بس في تعليمات وفي شروط. إنك لو دخلت المتجر هي الدخول مرة واحدة بس، وتختاري من أحد الطوابق أو تذهبي للطابق الأعلى، ولكن لا يمكن النزول للأسفل. يعني دخلت الطابق الأول يا تختاري يا تطلعي لفوق يا تطلعي لبره. تمام. المبنى كان 5 أدوار، وكلما صعدت للأدوار العليا كان الرجال أفضل في الصفات والمميزات. القاعدة الوحيدة إنك لو فتحت باب من أي دور من الأدوار لابد أن تختاري زوجا أو تصعدي للدور الأعلى، ومفيش رجوع مرة تانية، والنزول يكون الخروج بلا عودة. ذهبت صديقتين أو صديقتان إلى المركز لاختيار زوجين. في الطابق الأول شافوا إيه؟ شافوا لافتة بتقول الرجال هنا لديهم وظائف محترمة ويحبون الأطفال. فقالت الفتاتان لبعضهما البعض: حسنا، هذا أفضل من أن لا يكون لهم وظيفة أو لا يحب الأطفال، ولكن لنرى ماذا في الطابق الأعلى. الطابق الثاني عليه لافتة بتقول الرجال هنا لديهم وظائف ومرتبات عالية، يحبون الأطفال وفي غاية الوسامة. قالت الفتاتان: ولكن ماذا يا ترى؟ ماذا ينتظرنا في الأعلى؟ الطابق الثالث عليه لافتة تقول الرجال هنا لديهم وظائف بمرتبات كبيرة، يحبون الأطفال وفي غاية الوسامة، وكمان بيساعدوا زوجاتهم في شغل البيت. قالت الفتاتان: واو، رائع طبعا، وكانوا خلاص هيدخلوا، ولكن يا ترى في ايه تاني فوق؟ دخلوا الطابق الرابع. الرجال هنا لديهم وظائف ومرتبات كبيرة، يحبون الأطفال في غاية الوسامة، ويساعدون في شغل البيت وفي غاية الرومانسية. متهيألي مفيش تاني بعد كده. قالت الفتاتان: يا إلهي، تخيلي ماذا يكون بانتظارنا في الطابق الأعلى. راحوا الطابق الخامس. أهلا وسهلا، حضرتك الزائرة رقم 4,363,012، وهنا مفيش أي رجال خالص. الطابق ده موجود خصيصا عشان يقول إن الستات ما ينفعش نرضيهم. شكرا للتسوق في متجر الأزواج، وانتبهي لخطواتك وأنت تخرجين، ونتمنى لك يوما سعيدا. طبعا كامل الاحترام والتقدير لكل السيدات، الطمع موجود عند الجميع، عند الرجالة وعند الستات، وعدم الرضا موجود عند الجميع. دي بس كانت صورة صغيرة من واقع الحياة، أتمنى تكون الصورة عجبتكم. شكرا لحضراتكم، أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لكم، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.